في مستهل العام 86 900 و1000، لا أحد يذكر تاريخا محددا، ظهر في محيط محطة القطار بالقصر الكبير رجل يبدو من هيئته أنه مجنون. لم يكن يكلم أحدا، وحتى إذا ما كلمه أحد فإنه لم يكن يرد ولو بابتسامة. وسرعان ما صنف في خانة المجانين الذين يجوبون شوارع المدينة ويجدون ملاذا لهم في جوار محطة القطار أو المحطة الطرقية أو في المقابر. لا أحد سأله عن اسمه ولا فكر حتى في الاقتراب منها. الأكثر سخاء يمدون إليه قطعة خبز أو بقايا ساندويش، يمسكها ويلتهمها دون أن تعبر ملامحه عن شيء، كما كل الذين صنفوا قبله في خانة مجانين محطة القطار كانت نظراته تبدو شاردة كل الوقت. مع مرور الشهور طال شعره وتدلى على قفاه، وصارت لحيته كثة، وعلت ملابسه طبقة من الوسخ داكنة. قدر بعضهم أن يكون الرجل في الأربعين، وقيل إنه قدم من مكناس، ومنهم من قال إنه شوهد قبل سنوات في مولاي إبراهيم. أقبل شهر رمضان، صادف فصل الصيف، وعمت المدينة كما كل مدن المغرب احتفالية، واتخذت الأسواق والشوارع مظهرا بهيجا، بضائع مختلفة الألوان والمصادر وحلويات محلية الصنع ورغائف وقطائف وكل ما تشتهيه الأنفس. ولم يغب عن المشهد مجانين محيط محطة القطار، ومنهم صاحبنا الذي أعطي من غير أن يستشار اسم يقظان، في الاسم إحالة على قصة حي بن يقظان الشهيرة. مع مرور الوقت صار يستجيب بتلقائية لاسمه الجديد يقظان، ولأنه لم يكن مصدر أذى لأحد فقد كان التجار والسكان لا يبخلون عليه بصدقة، وطالما حاول عدد منهم انطاقه واستكناه ما ينطوي عليه. من حين لآخر وإن بفارق زمني يستمر شهورا عدة، يظهر يقظان بهيئة نظيفة، يحلق شعر رأسه ولحيته، تظهر ملامحه الحقيقية. يشاع أن محسنا يتكتم على هويته هو من يتولى نظافة يقظان، والذين هم في وضع يشابه وضع يقظان يدفع لمن يقودهم إلى حمام شعبي حيث يغتسلون، وحيث يأتي حلاق بمعداته لحلق رؤوسهم ولحاهم. من الوجوه المألوفة في محيط محطة القطار بالقصر الكبير رجل تخصص في بيع الزريعة، بذور عباد الشمس المقلية. عبر السنين الطويلة التي تعاقبت أثبت العم الهاشمي براعته في اختيار بضاعته، ولعل السر الأكبر في الإقبال عليه يكمن في إتقانه قلي الزريعة. قبل سنوات تحطمت على حافة قفته الزريعة المهربة، تلك التي تباع في أكياس بلاستيكية بألوان متعددة. لاحظ الهاشمي العوامري، كذلك كان يعرف، أن يقظان يبدو قلقا كلما تم حلق شعر رأسه ولحيته ومنح ملابس نظيفة، يفضل الابتعاد عن المحطة والتواري عن الأنظار. في الحقيقة لم يكن الأمر ليثير الانتباه، فيقظان في النهاية رجل مجنون لا يستغرب أي تصرف يصدر عنه. وقد أسر الهاشمي بائع الزريعة بما لاحظه إلى صديق له يبيع الشوكولاتة والحلويات، قال له إن يقظان يتحاشى نظرات الناس حين يكون نظيفا حليق الرأس واللحية. ومع أن صديق الهاشمي لم يمنح الأمر أكثر مما يستحق، فإنه تثبت لاحقا من وجاهة ملاحظة الهاشمي. في يونيو من العام 96 اختفى يقظان من المشهد، قال سائق تاكسي كبير إنه رآه في العرائش. قبل بضعة أيام حلق رأسه ولحيته ومنح ثيابا جديدة. ذات صباح من أواخر يونيو نزل من القطار القادم من الرباط رجل أنيق الملبس، يبدو في الخمسين، في يده حقيبة سوداء، لم يكن ليثير الانتباه لو لم يتوقف عند بقال قريب. أخرج من جيبه صورة وعرضها على البقال، كانت لشاب يشبه إلى حد كبير يقظان. صحيح أن الذي في الصورة يبدو أحسن حالا من يقظان، ولكنه يشبهه إلى حد بعيد. قال البقال
إنه يشبه مجنونا يلازم المحطة منذ 10 سنين أو نحو من ذلك. أضاف أنه غاب عن الأنظار منذ أسبوع أو 10 أيام. شكر الرجل البقال. لاحظ أن بائع الزريعة الهاشمي كان يتابع الحديث الذي دار بينه والبقال. ابتسم واقترب منها. أراه الصورة. بدا الهاشمي جازما. الصورة ليقظان. يقظان؟ سأل الرجل. كذلك نسميه هنا في المحطة، يقظان. لست أدري من أطلق عليه هذا الاسم. هل تعلم أين هو؟ لا، اختفى منذ أسبوع أو أكثر. سمعت سائق تاكسي كبير يقول إنه رآه في العرائش. شكرا. قبل أن ينصرف الرجل تداركه الهاشمي بائع الزريعة قائلا: يقظان رجل مجنون، وقد لاحظت أنه يميل إلى تفادي نظرات الناس كلما حلق رأسه ولحيته ومنح ملابس جديدة. لم يعقب الرجل، كرر الشكر ثم انصرف. ظل الهاشمي يتساءل حول هوية هذا الرجل. هو لم يجرؤ على سؤاله. تقدم إلى البقال علّه يجد جوابا يشفي فضوله. لم يظفر منه بشيء، واكتشف أن صاحبه حسب أن الرجل من الشرطة. كان الرجل قد اختفى. بعد يومين ظهر يقظان بجوار المحطة. ناداه الهاشمي بائع الزريعة. لم تكن المرة الأولى التي يناديه فيها. ناوله حفنة من بذور عباد الشمس. يعلم الهاشمي أنه يحب الزريعة. ظل ينظر إليه لعله ينتظر أن يعرف منه لماذا ناداه. وقد بدا للهاشمي أن الرجل ربما من حيث لا يدري تصرف بما يشكك في جنونه. نظر الهاشمي في عينيه مطولا، قال له: أنصت جيدا إلى ما سأقوله لك. كان يقظان ينظر إليه ولا يتوقف يلتهم حبات عباد الشمس. اسمع يقظان، لقد جاء إلى هنا رجل يبحث عنك، كانت معه صورة قديمة لك. ابتسم وأضاف: كنت وسيما. للمرة الأولى رأى الهاشمي يقظان المجنون يبتسم، ثم قال: يسأل عني من؟ ذهل الهاشمي، المجنون يتكلم. حاول أن يخفي دهشته وقال له: إنه يبدو رجلا مهما. كان الوافدون على المحطة يمرون. لم يكن يقظان قد بلغ من الاتساخ ما يلفت إليه الانتباه. رجل مهم؟ تساءل المجنون قبل أن يتحرك. رآه الهاشمي يمضي في اتجاه باب المحطة ثم يختفي في الزحام. كان القطار القاصد إلى الرباط قد توقف لتوه. ثم فجأة شهد يقظان يغادر المحطة وهو يجري. وراءه ظهر الرجل الأنيق الذي كان يسأل عنه. ولما تفلت من الزحام عند باب المحطة تلقفه شرطيان كانا هناك. أمسكا به، يعرفان أنه مختل عقليا. سمع وهو يقول: اتركوني، إنه يريد أن يقتلني. لحق بهم الرجل الذي كان يطارده. أنفاسه تتلاحق. قال لرجلي الشرطة إنه يريد أن يأخذه إلى عائلته في الدار البيضاء. سأل أحد الشرطيين الرجل عما إذا كان يقرب إليه، وقبل أن يرد نطق يقظان بأن الرجل يريد قتله. اقتيد الاثنان إلى مركز الشرطة حيث تم الاستماع إلى الرجل الذي لاحق يقظان. قال إن الرجل الذي يسمونه يقظان إنما هو ابن عم له، اسمه صالح رحيب، وإنه اختفى منذ 15 عاما. كان يقظان ينصت في هدوء، ثم أضاف الرجل: زوجته أختي، ولكنه تسبب لنا في فضيحة إذ فر في يوم الزفاف. سأل الشرطي يقظان: ماذا تقول في ذلك يقظان؟ صمت عدة دقائق ثم قال: صحيح، اسمي صالح رحيب، وهذا الذي أمامي ابن عمي، واسمه كما قال عبد الله رحيب، ولكن ما يدعيه من أنه زوجني أخته فمحض افتراء، كانت مؤامرة. عرض علي الزواج منها، استمهلته قبل أن أقرر. كنت أعلم أنها كانت تحب شخصا آخر، ومع ذلك لم أكن رافضا الفكرة. ثم صدمت يوم علمت أنها حامل من ذاك الذي كانت تحبه، وكان هو يروج أن الولد لي، ولذلك فررت لما هددني بالقتل. يومها أقام حفل زفاف لأخته وبعث رجالا له في طلبي. كنت قد رحلت، كنت أعلم أنه سيلاحقني،
ووجدت في ادعاء الجنون ملاذا. ظننت أن الأمر سينتهي بعد أشهر. أدرجت أقوالهما في محضر ثم أحيل على النيابة العامة.